السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم 4 طرق اللي يمكن لكم تجيب بهم إيطاليا بطريقة شرعية. ولكن قبل ما نبداو الفيديو كما العادة ما تنساوش تخلي واحد لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناة يدير واحد الاشتراك وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم ونبداو الفيديو. إذن الخوت كما قلنا كاين 4 طرق باش يمكن لك تجي لإيطاليا بطريقة قانونية وطريقة شرعية. كاين الطريقة الأولى هي تطلب فيزا من السفارة إيطالية، والطريقة الثانية اللي هي عن طريق عقد عمل موسمي أو لا عقد عمل دائم، وكاين الطريقة الثالثة اللي هي عن طريق الدعوة، شي حد من الأقرباء ديالك ولا شي صديق ديالك يمكن لي يدير لك دعوة ويصيفطها لك، والطريقة الرابعة اللي هي الزواج الأبيض ولا المارياج بلون. اذا الخوت كما قلنا نبداو بالطريقه الاولى اللي هي تقدر تدبر في فيزا تاشيره، وباش يمكن لك تستخرج فيزا من السفاره الايطاليه كيعطيوك واحد الشروط خاصهم يكونوا متوفرين فيك. جواز السفر ما تكونش المده ديالو اقل من 6 شهور باش خديتيه، وجوج تصاور بحال التصاور اللي كاين في الباسبور، وكدير واحد الكشف حساب البنكي، يعني خاص يكون عندك واحد الرصيد كافي لتغطية جميع مصاريف السفر والتأمين الصحي. يعني كيطلبوا منك واحد المبلغ خاصو يكون عندك في البنكة باش يمكن لك تطلب هاد الفيزا هذه، ضروري يكون عندك واحد المبلغ تقريبا شي 30 مليون خاصة تكون في البنكة ديالك، خاصة تكون في الحساب البنكي ديالك. كما كان عندك المبلغ كثير في الحساب البنكي يكون مزيان بالنسبة للتأمين الصحي، والتأمين الصحي هو من أهم الشروط اللي كيطلبوا لك في السفارة باش يمكن لك تاخد هاد الفيزا. وقلنا الاخوان من بين هاد الشروط اللي كيطلبوا لك باش يمكن لك تاخذ الفيزا كتريزيرفي روتيل وتقطع البي فيها الالي والروتور، وتاخذ واحد الورقه واحد النموذج كتعمر فيه المعلومات ديالك والهويه وكدير فيه الغرض ديالك من هاد السفر. اذا الخوت دابا ملي قلنا الشروط اللي خاصها تكون في كل واحد بغى يطلب الفيزا من السفاره، دابا غادي ندوزو للطريقه كيفاش يمكن لك تطلب هاد التاشيره او الفيزا من السفاره. اولا الخوت قبل ما تمشي للسفاره باش تطلب الموعد ديال الفيزا كتاخذ واحد الموعد من الموقع VFS Global، غنخلي لكم في صندوق الوصف. وملي كتاخذ موعد من هذا الموقع هذا اللي كيحدوه ليك، ديك الساعه من بعد كتمشي في الموعد ديالك للسفاره وكيمكن لك تقدم لهم هاد الشروط وهاد الوثائق اللي ذكرت دابا. ملي كتقدم لهم هاد المعلومات هذه كتخلص واحد الثمن ديال هذيك الفيزا اللي هو تقريبا شي 60 اورو، اللي هي واحد 600 درهم بالنسبه للناس اللي العمر ديالهم فوق 12 عام. اما الاولاد ولا البنات اللي العمر ديالهم قل من 12 عام فكيخلصوا واحد 35 اورو، اما بالنسبه للاشخاص اللي العمر ديالهم قل من 12 عام فكيخلصوا 35 اورو فقط على كل فيزا. ومن بعد ما كتقدم لهم هذه الوثائق كامله في السفاره الايطاليه اللي في بلادك وكتخلص هذيك الفيزا كيعطيوك واحد الموعد تقريبا من 8 ايام حتى ل 20 يوم وكيخرجوا لك الفيزا ديالك. دابا الاخوان ندوزو للطريقه الثانيه باش يمكن لك تهاجر بطريقه قانونيه لايطاليا. الطريقه الثانيه الاخوان هي عن طريق دعوه. يقدر اي واحد الاخوان يدير طلب استضافه او لا دعوه لشي صديق ديالو او لا قريب من العائله بحال الاب ولا الام ولا الاخ ولا الاخت، اي واحد يقدر يدير لهم استضافه عادي يقدر يجيبو لعندو. المده ما كتزيدش على 90 يوم فقط، يعني 3 شهور. وهاد الطريقه الاخوان اللي بغى يديرها راه خاصو يشوف شي واحد اللي يقدر اللي غادي يستضيفو هنا في ايطاليا وفقط يتفق معاه على هاد القضيه هذه، وراه يمكن ليه هذاك المضيف اللي هاد السيد اللي بغى يجيبك كضيف عنده كيمشي للسفاره اللي كاينه هنا في ايطاليا وكيطلب من عندهم واحد النموذج واحد الورقه كيشدها كيعمر فيها هذيك المعلومات اللي كتخصه هو كامله، وكيعمر فيها المعلومات اللي كتخص هذاك السيد اللي باغي يجيب من البلاد بحال العنوان بحال شحال المده اللي بغى يجيب مثلا هاد السيد شحال بغى المده اللي بغى يجلس عنده. ويقدر الاخوان حتى ان هاد السيد هاد المستضيف اللي بغى يدير لك استضافه يقدر يدير لك واحد التحمل بجميع النفقات اللي مثلا غادي يقدر تصرفها انت هنا ملي تجي لايطاليا كضيف. وهاد الطريقة الإخوان راه حتى هي سهلة، فقط كيبقى غير خاصك تتفق نتا مع هاد السيد المستضيف اللي بغى يدير لك هاد الضيافة إلا هو كانت متوفرة فيه الشروط، وقبل يدير لك هاد التحمل هذا
كيشد غير واحد الكفاله بنكيه، يرسل لك نسخه من هذاك النموذج اللي عمر ومسينيه موقعه من طبيعه الحال، مرفق مع صوره ديال الجواز السفر ديالو وصوره ديال شهاده الاقامه ديالو وصوره ديال الكوديتشي فيسكال ديال الرقم الضريبي ديالو. ومن بعد ملي كيدير هاد الاوراق هادو كيجمعهم، نسخه كيصيفطها للسيد اللي باغي يستدعيه من المغرب او اللي بغى يستضيفو كضيف عنده، ونسخه كيديها معاه للسفاره من بعد ما كيشد الرونديفو. الطريقه الاخوان راه مشابهه للطريقه اللي ذكرنا قبل ديال استخراج الفيزا، راه نفس تقريبا نفس الوثائق اللي كتحتاج في هذه الطريقه ديال الاستضافه، هي نفس الوثائق اللي كتجمع والوراق اللي كتجمع في طلب الفيزا، راهم بحال بحال. والوثائق الخوت اللي خاصها تكون متوفره بالنسبه للسيد الضيف اللي باغي يجي من المغرب هي فقط الباسبور، وما يكونش فيه اقل من 3 شهور باش يوفى، يعني تكون باقا فيه المده كافيه باش يمكن للسيد يسافر، وواحد الكشف حساب بنكي تكون فيه واحد المبلغ مهم ديال الفلوس، تقريبا حتى هو واحد 30,000 أورو تكون عندك في البنكة كضمانه، وديك الوثيقه ديال الدعوه من عند السيد اللي باغي يستضيفك. ومن طبيعه الحال كتقطع البيي فيها الالي والرتور، وكدير واحد ريزيرفاسيون ديال لوطيل، وكدير واحد التامين الصحي قابل للجميع، تغطيه ديال جميع النفقات، وخاصو يكون المبلغ ديالو تقريبا واحد 30,000 أورو، يعني واحد 30 مليون خاصها تكون عندك في الرصيد البنكي. وكتمشي تخلص هذاك الفيزا ديالك كما قلنا تاهي بحال الطريقه الاولى، كتمشي تخلص 60 أورو ديال الفيزا تقريبا، ومن بعد الاخوان ما كتجمعوا هاد الوثائق كامله كتمشيو كديوها السفاره، كتخلصوا من بعد طبيعة الحال من بعد ما كتشدوا الموعد من قبل، وكتخلصوا الثمن ديال الفيزا اللي هو تقريبا 60 أورو. من بعد كيعطيكم واحد الموعد باش ترجعوا تاخذوا هاد الفيزا ديالكم، تقريبا اللي كتجلس المده ديالها تقريبا من 8 ايام حتى 20 يوم الى تعطلات. دابا الخوت ندوزوا للطريقه الثالثه، وهي عن طريق عقود العمل، يعني عن طريق الكونترادات. عندك جوج طرق اللي يمكن لك تاخذ بهم كونتراد، جوج طرق، كاينه طريقه اولى صعيبه شويه، وكاينه الطريقه الثانيه اللي هي موسميه، تقريبا كل عام كيخرجوا عقود موسميه هنا في ايطاليا. نهضروا على الطريقه الاولى، كيفاش يمكن لك تدبر على عقد عمل بدون ما تكون مفتوح القانون ديالو. كاينه طريقه واحده وهي عن طريق البحث في مواقع الانترنت. نهضروا في الطريقه الاولى، اما تبحث عن طريق الانترنت في مواقع، كاين مواقع اللي يمكن لك تقلب فيهم على خدمه، ومن بعد ملي كتلقى هذيك الخدمه الى انت تفاهمتي مع صاحب العمل في الخدمه اللي كدير وتفاهمتي معاه، ومثلا وعطيتيه السي في ديالك، عطيتيه السيره الذاتيه مرفقه مع الدبلومات وداكشي اللي كدير، الى انت تفاهمتي مع هذا رب العمل، قدر من بعد هو كيرسل لك دعوه، كيرسل لك دعوه وكيرسل لك هذاك العقد ديال العمل على حسب شحال تفاهمتي معاه انت مثلا المده اللي غادي تخدم معاه. اولا الطريقه الاخرى اللي كاينه الاخوان، هي الا كان عندك شي صديق اولا اخوك كان هنا في ايطاليا، يقدر مثلا خدام شي شركه ولا كيعرف شي باترون، يقدر هو يضمن لك في شي عقد عمل، يعني يقدر هو مثلا يتوسط لك كوسيط بينك وبين هذاك الباترون، تقدر عن طريقه هو تصيفط ليه هذاك السي في ديالك، هذيك السيره الذاتيه، وهو يتوسط ليك، يعني الا هو وافق راه كيرسل لك عقد عمل. والطريقه الاخرى الاخوان للحصول على عقود موسميه، هي عن طريق قانون ديال ديكريتو فلوسي اللي كتفتحو ايطاليا تقريبا كل سنه. وهذا القانون الاخوان كيسمح بجلب العمال من خارج الاتحاد الاوروبي على حسب القطاعات والمهن اللي عندها خصائص هاد العمال هذا، وكتخرج واحد العقود موسميه تقريبا اللي من 3 أشهر حتى 9 أشهر. هذا القانون الاخوان ديال ديكريتو فلوسي اللي كيخرج الكونترادات كيعطي الحق فقط لارباب العمل والباترونات، هما اللي عندهم الحق يجيبوا العمال، ماشي اي واحد يقدر يتسجل في هذه الكونترادات، وماشي اي واحد يقدر يجيب العمال من خارج البلاد، فقط الناس الباترونات وارباب العمل واصحاب الشركات هما اللي عندهم الحق يعمروا واحد الطلب وكيديروه في موقع ديال نولا اوستا، كيسجلوا في واحد الموقع ديال نولا اوستا
بدك السبيد اللي كنت ذكرت في الفيديو السابق، وبواحد الشرط اللي هو هاد الباترونات وهاد المشغلين وارباب العمل وهاد اصحاب الشركات اللي خاص يكون عندهم واحد الشرط ضروري تكون موفر فيهم واحد الشروط اللي هي خاصهم يكونوا مأدين جميع الضرائب ديالهم، يعني ما عندهم حتى شي مشكل مع الدولة، مخلصين جميع الضرائب، مأدين الواجبات ديالهم، ما عندهمش مثلا كما تنقولوا الوسخ، السجل العدلي ديالهم نظيف. هادو هما الباترونات ولا هادو هما اصحاب الشركات اللي عندهم الحق يعمروا على طلب، هادو هما اللي عندهم الحق يعمروا على طلب جلب العمال من خارج الاتحاد الاوروبي، والدوله الاخوان هي اللي عندها الحق تحدد شحال ديال العمال غادي تدخل من الخارج على حسب المهن الاخوان والقطاعات اللي عندها واحد النقص في العمال. وهاد الكونترادات الاخوان كما قلت لكم راه ماشي اي واحد يقدر يسجلكم فيه، وماشي تقدروا تسجلوا فيه راسكم، لا بالعكس، راه خاص الباترون او لا داك رب العمل هو اللي عنده الحق يسجل شحال ديال العمال خاصينه، وهو اللي عنده الحق يعمر لك هذاك الطلب. فقط كيبقى لك انت ترسل ليه غير صوره من جواز السفر وهو كيعمر ديك المعلومات ديالك وكيتقدم بهذاك الطلب في موقع نولا اوستا لافورو اللي كيدخل ليه بالسبيد ديالو، ومن بعد الدوله هي اللي كتحدد الناس اللي تقبلات في هذاك الكونترادات والناس اللي ما تقبلاتش، يعني الدوله كتشوف شحال ديال الناس تقدموا ليها بهذوك الطلبات. يعني الدوله الا كانت مخرجه مثلا 30,000 عامل اللي خاصها تدخل من خارج الاتحاد الاوروبي وكان طالب مثلا اكثر من داك العدد، فهي كتعزل الناس او لا كدير قرعه وكتاخذ داك العدد اللي بغات والباقي كتخليه حتى العام الجاي. ممكن انها تعيط للناس في العام الجاي، ممكن انها ما تعيطش. وكاين اخوان الطريقه الرابعه اللي ممكن انك تجي بها لايطاليا بطريقه قانونيه، وهي عن طريق الزواج او ما يعرف بالمارياج بلون. الطريقة الاخوان هي الاسهل في الطرق كامل اللي ذكرنا، حيتاش هي مثلا تقدر غير تفاهم مع السيد او السيدة اللي غادي دير معاها الجواز البيض، كيبقى عليك فقط انت ولا انت غير تحدد معاه المبلغ اللي مسافق معاه على حسب داك المارياج بلون، وهو تيكمل داك الاجراءات الاخرى كاملة. فقط انت كيبقى عليك غير تعطيه الفلوس وهو كيقوم بجميع الاجراءات الاخرى. والاخوان الطريقة ديال المارياج بلون غادي ندير عليها واحد الفيديو خاص ونتكلموا عليها ونهضروا عليها، شنو هما الاوراق اللي خاصك تجمع عليها واشنو هما الوثائق والشروط اللي خاص تكون متوفره في بالنسبه للفرد. وكنتمنى التوفيق لجميع الاخوان وجميع الشباب، الله ييسر الجميع. اذا الاخوان وصلنا لنهايه الفيديو، الى عجبكم الفيديو خليه واحد لايك وتشتركوا بالقناه بالنسبه اللي مازال ما اشتركش باش يبقى يوصلكم ديما الجديد، ونتلقاو الاخوان فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.